اليوم وأنا أقرأ في هذا الموضوع قبل أن أقدم الأخوة أردت أن أثبت من خلال هذا الموضوع وهذا الموضوع كارثي ولذلك هم يطاطعون الرؤوس أمامنا أن عيسى سلام الله عليه مباركاً أينما كان ونبينا محمد إلا أن تكونوا شيعة ووجدك ضالا فهدى، فما عندكم، اما النبي ضال فعيسى افضل منه واما تكون مثل الشيعه يقولون ان النبي هو مقياس لاولئك الضلال الذين يهتدون بالنبي محمد صلى الله عليه واله ولذلك الله تبارك وتعالى قال: ووجدك ضالا فهدى، بمعنى ان الناس ان تظل لا يعرفونك الناس ظلال وانت بينهم مفقود وان هدى الناس بالنبي محمد صلى الله عليه واله ولم يقل هداك زين لما فتحت صحيح مسلم في الكتاب الاول كنت اقرا عن النبي صلى الله عليه واله انهم يقولون ان النبي وهذه ستاتي المرحله القادمه ان النبي يجتهد هنالك سؤال يسال هل النبي صلى الله عليه واله معصوم او غير معصوم هاي حلقات ست سوف تاتي ان شاء الله الاسبوع المقبل يقولون هم ان النبي معصوم في التبليغ وسالزمهم بالزامات ان شاء الله قاهره هل النبي يجتهد او لا يجتهد؟ هذا موضوع سيكون بحلقه كامله، فأنا أعد لهذا الموضوع، فوقفت على الحديث الذي في صحيح مسلم، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه واله يجتهد، وأن النبي فيه يصيب ويخطأ. شوف الطامه الكبرى إخواني أين؟ أنه الله تبارك وتعالى أرسل لنا نبيا، أنا أفتح البرنامج أخطأ، أجتهد، أبذل الوسع، وقد أكون على صح وقد أكون على خطأ، النبي صلى الله عليه وآله يقولون أنه مثلي ومثلك يجتهد ويخطأ. في حديث يرويه ابو هريره ابو هريره الدوسي او يتعلق بابي هريره هم ماذا قالوا؟ اقرا لكم هذا كتاب صحيح مسلم ونقرا من الشرح الان شوفوا اخواني هذا كتاب مسلم امامكم على الشاشه حرسكم الله تبارك وتعالى كتاب صحيح مسلم امامكم على الشاشه وهنا اقرا لكم من الشرح. طيب، ماذا يقول في صحيح مسلم؟ طبعا أنا هنا أقرأ من المجلد الأول. أقرأ من المجلد الأول اللي هي طبعة محققة ومفهرسة ومرقمة مع تعليقات الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وما أعرف إيش إلى إلى إلى, إلي آخره. زين، أنا أقرأ من المجلد الأول. ماذا يقول بعد أن قدم لحديث سأذكره؟ يقول: يقول هنا هنا اخواني هنا وفي حديث ابو ابي هريره بالتبشير فهو من تغيير الاجتهاد هسه ما ادري اقرا لكم انا الحديث فاقرا لكم الشطر المعين وبعد ذلك اقرا لكم لماذا صدر هذا الامر حديث التبشير اللي هو قال بشروا بالجنه فماذا يقول؟ يقول في حديث التبشير وهو من تغيير الاجتهاد تغيير الاجتهاد لا كان الاجتهاد جائزا له ووقع منه صلى الله عليه وآله عند المحققين إذا النبي صلى الله عليه وآله يقول قد كان الاجتهاد ووقع منه عند المحققين وله مزية على ساهر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده يعني النبي صلى الله عليه وآله يجتهد ويخطأ لكنه لا يقر على الخطأ يعني النبي يوقع في البير لكن قبل أن يوقع في البير يشيله هذا رأي من الآراء الصور أنه النبي يقع في الخطأ وانا اقع في الخطا فشو فرقي عن النبي؟ بالعكس انا ما في منقذ ينقذني والنبي الله حاميه واضع له منقذ فشو مزيه النبي اذا النبي بالريموت كنترول يحرك يقول وله مزيه على سائر المجتهدين بانه لا يقر على اجتهاده ومن نفى ذلك ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له القول في الأمور الدينية إلا عن وحي هنالك من قال يجوز سأذكر لكم لماذا قالوا هذا الكلام لكن أصبروا وهناك من قال في الأمور الدينية مش الدنيوية الدينية إلا عن وحي فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه عند مخاطبته عمر وحي لان الان ساقرا لكم لماذا قالوا انا لماذا بدات بالاخير حتى تعلموا لماذا ساقرا الحديث ومخاطبه عمر وحي بما اجاب به ناسخ لوحي سبقه حتى ينقذوا عمر والله العظيم اخواني هؤلاء قوم لا يحبون النبي بل يحبون عمر اكثر من النبي والله ورب الكعبه وكل ما يقولونه بحب النبي كذب ساقرا لكم الاحاديث هؤلاء قوم يخدعونكم هؤلاء قوم والله ورب الكعبه عدا الشيعه هؤلاء قوم نعم يقولون نحب النبي ولكنه كذب ورب الكعبه يحبون عمر اكثر من النبي وهذا امامكم انا اقرا من صحيح مسلم وساقرا لكم من البخاري في قضايا عمر ويسموها الموافقات كم حديث لكن الان موضوعنا يقول عند مخاطبه عمر فماذا قالوا؟ قالوا ان النبي اوحي اليه لكن من اجل عمر نزل وحي اخر فنزل الوحي الاول وصار الوحي الثاني، كله من اجل عمر. وحي بما اجابه ناسخ لوحي لوحي سبق بما قاله اولا صلى الله عليه واله، يعني النبي قال وبعد ذلك اخطا او صارت عمر تدخل بالوسط فشو تسوي ورطه؟ قالوا انه النبي قال قولا اخر حتى يصير عمر صح. شوفوا ماذا سيبررون بعد ذلك سأقلب الصفحة يقول بما قال أولا هذا كلام شوفوا أخواني هذا كلام الشيخ وهذه المسألة وهي مسألة اجتهاده صلى الله عليه وآله فيها تفصيل معروف شوفوا الترقيع يعني محمد صلى الله عليه وآله عيسى مباركا ومحمد صلى الله عليه وآله مسألة اجتهاده مسألة فيها تفصيل سأقرأ لكم التفصيل واحد يقول يجتهد واحد يقول ما يخطئ والثاني يقول يخطئ ويلعبون بالنبي لعب لكن عيسى عليه السلام مبارك إذا عيسى أفضل من النبي شوف ماذا يقول وهذه مسألة اسمع أخواني يقول وهذه المسألة مسأل وهي اجتهاده صلى الله عليه وآله فيها تفصيل معروف فاما امور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده انتبهوا في امور الدنيا على جواز اجتهاده صلى الله عليه واله فيها ووقوعه منه يعني الاجتهاد يقع منه والخطا يقع منه لأن يعني المجتهد لو كفلان من الأجر إما أن يجتهد فيصيب وإما أن يجتهد فيخطأ يقول وأما أحكام الدين هذا بالدنيا الاجتهاد يقع منه يعني يعني مثلا ابن باز يجتهد والنبي صلى الله عليه واله يجتهد سيد المرجع الفلاني يجتهد والنبي يجتهد فالنبي حال حال الناس يقع في الخطأ لكن النبي يختلف وهذا الكلام أيضا كذب من عندهم أن النبي أن الوحي يصلح له الأمور طبعا كذب لماذا؟ لأنهم يوردون حديث تابير النخل وحديث الصلاة وحديث غيره وحديث المعازف والغنى وما أعرف إيش أنه النبي ما صلح للوحي من إجا عمر إجا عمر هو الذي صلح له فعمر عندهم هو الملك والله يا اخوان اقول لكم الحقيقه عمر عندهم افضل من النبي اقول لكم ليش امسك اي وهابي او شيخ من المسجد اللي قريب عنك وخذ هذا السؤال واذا السؤال خطا العني في اليوم الف لعنه انا اقول لك العن ماذا يقول يقول ابن تيميه ويقول علماؤكم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الحق ليجري على لسان عمر وقلبه تريد الآن أستخرج لك الأحاديث بل أستخرج لك أن ابن تيمية يحتج على الشيعي يقول له يا شيعي غصبا عليك إن الحق لا يجري على لسان عمر ولقلبه هو الإنسان شنو منظومة الإنسان هو اللسان والقلب يعني منظومة التفكير فكل عمر صح الحق يجري عليه إذا عمر مثل عيسى عليه السلام مبارك لكن نبينا يوميا واقع شوف هذا اللي وضع واقع بالأصفر يقول وأما أحكام الدين فقد أكثر فقال أكثر العلماء الدين أو الدين أول شيء الدنيا الآن الدين قالوا النبي يجتهد بجواز الاجتهاد له الا جواز الاجتهاد له لانه اذا جاز الاجتهاد لغيره فيجوز له صلى الله عليه واله من باب اولى واجوا جماعة اخرين قالوا يا شنو هالورطة وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين انا شو اسوي تلعبون بعقولنا واحد يقول يجوز ان يعني يجوز ان يجتهد يجوز ان يخطا الثاني يقولون بابا ما يصير هاي امامكم تساضع علي اصفر يقول ما يصير احنا ما يصير نقول ان النبي يجتهد هذول العلماء الاخرون النوب الاخرين ماذا قال؟ قال وقال بعضهم يجوز لكن وين في الحروب دون غيرها يا الله على السنه يعني البعض يقول في الدين يجوز البعض يقول في الدنيا يجوز البعض يقول لا ما يجوز البعض يقول في الحروب يجوز وتعالوا يلعبون بكم لعب لعب يلعبون زين أن انتم كلكم علماء وتلعبون بنبينا محمد صلى الله عليه واله بين مخطئ ومصوب هو هذا دين هذا والله لو انا منكم على هذا الدين ما ابقى دقيقه واحده والله يعني نبينا يلعبون به هذا يقول يخطأ هذا يقول ما يخطئ هذا يقول فقط بالحروب هذا يقول مو بالحروب هذا يقول بالنخل هذا يقول ما ادري شنو ما تستعون يقول وقال بعضهم يجوز في الحروب دون غيرها وتوقف في كل ذلك آخرون البعض قال لا أنا سلم الرأي البيضة كلكم دجالة أنا توقف زين أنا بالله عليك أنت تطبع لي أريد أفهم ديني شلون أفهم ديني يقول وتوقف في كل ذلك آخرون ثم الجمهور الذين جوزوه الان الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه يعني يقولون هو جائز ولكن حدث ولا ما حدث اختلفوا في وقوعه فقال الاكثرون منهم وجد ذلك وقال الاخرون لم يوجد هاشم يعني البعض يقول النبي اخطا والبعض يقول النبي ما اخطا البعض يقولون يقع والبعض يقول ما يقع والبعض ظلينا احنا في هذه الدوامة هو هذا دين هذا يا أهل السنة والجماعة جماعة مين المهم ثم الأكثرون قالوا بالجواز والوقوع وقالوا بالنوبجة الآن الأكثرون قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطا جائزا عليه شوف هاي اللفه كل اللفه خلي رحب السيد ميثم ايضا حياك آه. الله سيدنا الحبيب عفوا سيدنا السلام عليكم حجينا السلام عليكم عليكم حجين. السلام سيدنا الان اعود لك ان شاء الله الله يحفظك سيد شوف اخواني ماذا قالوا قالوا بعد كل هذه اللفه قالوا ان النبي جواز الخطا عليه يقول فذهب المحققون انه نبينا يخطئنا الله باعثنا رجل خطاء يوميا وقعنا بمصيبه واحنا نمشي اطيعوا الله واطيعوا الرسول والرسول بالغلط يا هذا الرسول هذا شلون نبي هذا نبي يحتاج احنا نصلح له يوميا يريد يدعم السيارة وأنا أصلح له الستيرن المقود نبي يوميا يريد يدعمنا وأنا أقول له يا صلح 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 ما عندي شغل عمل بس تصلي يقول الخطأ جائزا عليه فذهب المحققون إيش فيهم المع... إلى أنه لم يكن جائزا عليه وذهب كثيرون الى جوازه يعني الكثير من العلماء انه محمد صلى الله عليه واله يخطئ لكن شلون يوقع بالغلط والله يمد له خيط ويصلح له زين ادري اذا نبي يقع بالخطأ والله يصلح له ليش تعاقبني أنا ليش من نوقع بالخطأ هذا مو عادل لأن هذاك معناه أن النبي, النبي عنده حصانة يريد يوقع بالخطأ ويشيله وأنا يوقعني بالخطأ هذا مو رب عادل لا يقر عليه بخلاف غيره، هو هذا دين؟ بالله عليكم يا سنه، هو هذا دين؟ هذا وين؟ في صحيح مسلم اقرا لكم من صحيح مسلم. لذلك لذلك اخواني لما قرات لكم امس من تفسير الرازي، هذا التفسير امامكم ماذا قال؟ قال الرازي قال: فاعلم اعلم ان الناس ان بعض الناس ذهبوا الى ان النبي كافر الى ان الله بعث نبي ورد هذه الاوجه بالمناسبه انا ما عندي وقت هذا اللي قراته لكم زين الان بعد هذه المقدمه البسيطه اخواني بعد هذه المقدمه البسيطه الآن عيسى عليه السلام اعطوني خطأ واحد لعيسى سلام الله عليه خطأ واحد لعيسى حتى أحاجج النصراني أقول له انه كتبنا احنا كسنة هاي الكتب اللي تطبع وهي عار على أمة الإسلام والله العظيم واللي يقول هذه مو عار خليه يخطئ النبي ولذلك في هذا البرنامج على مدى الحلقة الرابعة ألجأناهم إلجاء إلى أنه يقول أن النبي معصوم قبل النبوة رغم أنوفهم لأن يعني إحنا أولاد حيدر